السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، انا سالم جديد معكم يا محمد من قناه وين كونكر. فيديو جديد من فيديوهات كونكر لاين المميزه. وطبعا كان مع الاسف ان المفروض اعمل الفيديو بتاع السيرفر الجديد امبارح، بس طبعا ما كانش معايا وقت والله. في البدايه طبعا ما تنساش تنضم للجروب وين كونكر على الفيسبوك لمعرفه كل جديد في عالم كونكر اونلاين، وكمان يلا نعرف مميزات السيرفر الجديد. اول حاجه كده يا جماعه قبل ما نشوف موضوع الجوائز، خلينا نشوف موضوع الجوائز الاول. طبعا يا جماعه هسيب لكم الرابط ده في الوصف، بتعمل لوجن وبتستلم الجوائز. زي ما شرحت لكم في الفيديو اللي فات ان وصل عدد التسجيل 24560 نفر او واحد يعني عفوا، فاخدنا الجوائز دي. طبعا يا جماعه بدوس هنا اهو زي ما انتم شايفين الجوائز اللي احنا خدناها. جميل جدا. اول حاجه ريزرفيشن جالا بوكس، ده بيديك اللي هو دبهات وسوبر فيكتور البكا وجيرمنت وما الى ذلك. تمام، جميل جدا. وكمان عندك سوبر ريزرفيشن تشيست، بيديك اكسبلات بتساعدك على المستويات ان هي بتزود المستوى بتاعك زي ما انتم شايفين، فحاجه جميله جدا. طبعا مع كوستات اليوميه وما الى ذلك يا جماعه هتلاقي الموضوع في اللزوز كده، تلاقي الموضوع خلصان وجميل جدا 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 جدا. الدبهات وما الى ذلك عندك برضه هنا بيديك ميتر سكرول، ميتر سكرول ثاني، دي بي سكرول زي ما انتم شايفين اهو. عندك كمان هنا 10 اكسبلات 300 سبيس باوند وما الى ذلك. شايفين الموضوع ازاي لذيذ وجميل جدا 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 بصراحه. يا ده اللي احنا هبل اللي احنا فيه ده. جميل. زي ما شفت الجوائز حلوه خالص، دبهات وجيرمنت وفي جناح، بس انا طبعا عشان مش لابس الوينج مش هيظهر. تمام، فانا عشان للاسف مش لابس الجناح يعني فهو مش هيظهر زي ما انتم شايفين. الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده جميل جميل جدا. طبعا هتزود مستوياتك عادي خالص والليفلات، تقدر تجيب ايتم سوبر زي اي سيرفر جديد بينزل عموما. جميل جدا جميل جدا. طيب الجزء الثاني يا جماعه بقى اللي هي الايفنتات اللي نازله في السيرفر ده. برستيج رانك، اول حاجه كده يا جماعه على حسب اللي انت بتبقى اللي هو سكاي فيل اونلي. طب ماشي ده برستيج رانك اهو، احنا نفتح من هنا. طيب خش على الهوم ونفتح برستيج رانك. ماشي نيو سيرفر 7 داي بيمنت باك، طبعا دي ايفنتات اللي هي تشتري الشنط، والشنط بتاعتها باسعار معينه. يعني عندك 5 متر سكرول ب 9 سبيس، 5 دراجون بول 9 سبيس زي ما انتم شايفين، هي في كل مره بتشتري فيها. نيو سيرفر جروس فاوند، السيرفر ده اللي انت اللي هو الليفلات، الليفلات كل ما انت بترفع الليفل بتاعك كل ما انت بتاخد جوائز في الشنطه بتاعتك. غير كمان حاجه اسمها جراند فاوند باك، خلي بالك بس الحاجات دي باسعار سبيس، يعني بتلعب شنط سبيس عشان تبقى عارف يعني. فالموضوع المشكله ان في السيرفر ده يا جماعه لازم تدفع سبيس بصراحه، اي سيرفر جديد لازم تدفع فيه سبيس، الموضوع المجاني ده مش لذيذ. طيب ايه فكره بقى في التيم بي كي؟ التيم بي كي يا جماعه الاول واحد طبعا هياخد 10000 سبيس، ثاني واحد 2000 سبيس، ثالث واحد 1000، ومن رابع للثامن 500. سكال تيم بي كي هيقدر ياخد 5000 سبيس، بس طبعا السبيس ده يا جماعه مش باوند، فدي حاجه حلوه جدا جدا جدا. غير كمان عندك الوحوش اللي هي سنو بانش اند سنو بانش سول، الوحوش عموما ومانستر هتوقع على حاجه اسمها سي بي سكريب، اللي هي انت تجمع 5 منها وتديك 10 سي بي اس بوكس، يعني انت تقدر تجيب سي بي اسات برضو والتاجر. تمام، على فكره والله العظيم هي مصلحتها كبيره جدا جدا جدا، ويعني وكان معتاد برضو زوكو ما شاء الله عليه، يعني في اي سيرفر بينزل بيبدع الدنيا مش محتاج اي كلام يعني. كان معتاد بيعمل نينجا طبعا ليفل 137 136، السيرفر لسه مفتوح امبارح. هوب تريك كده هتلاقي نفسه ايه غير انيمات ال 11 اللي معاه، يعني في اسبوع تاني ولا حاجه ولا شهر بالكتير هتلاقي هو ماكس باور 500 وحواراته كتير جدا 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 يعني. تمام، بس موضوع الاتشي والتشينج هم اللي بيعرفوا الواحد فعلا يعني. تمام تمام، عندك كمان نيو سيرفر كارنفال، عندك اللي هي طبعا المهمات اللي انت عارفينها هورس ريسنج بيتل فيلد هيروز دي سيتي وما الى ذلك، برضه بتزود اللي هي الاكسبات بتاعتك معروفين يعني نفس اي سيرفر يا جماعه بينزل. عشان انا بس ما اطولش عليكم، الفكره كلها انا بقول لك ان انا بنبهك عشان تستلم الجوائز بتاعت الويب سايت. تمام، عندك كمان هنا يا جماعه في الهوم اللي هو سكاي فيل برستيج رانك، هو المفروض يشتغل بس مش عارف ليه ما بيفتحش، ولا يمكن هو قصده ديه كام اند جريب سبيشال اوفر، بس دي اوفرات يعني. فين الرانكات؟ برستيج رانك دي اللي هي كل ما واحد يعني يرفع في مستوى البرستيج في البرفكشن اللي هو البرفكشن يعني يا اخوانا بياخد جوائز، بس مش عارف هو ليه مش مشغل لنا الموضوع ده يعني. يمكن في مشكله ولا حاجه. ماستر فروت
برضو محطوطة تمام زي ما انت شايف، اللي هي الفواكه يا جماعة اللي انت بتجمع منها الفاكهة زي الفراولة دي ولا الكريز دي، وبتدوس عليها ممكن تديك نقطة أو نقطتين أو ثلاثة في الدم أو مثلا في أي حاجة من اللي هي المميزات بتاعة الأكونت بتاعك، أجيلتي اللي هو الدم، سترينث وما إلى ذلك برضو. تمام. طبعا البوتات، وتلاقي البوتات طبعا شغالة ملايين وتجمع في الأراضي، موضوع كبير جدا جدا جدا. طبعا يا جماعة عشان مطولش عليكم، كان معكم يا أبو محمد مقنوط وينو كونكر، أشوفكم على خير في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. ما تنساش متابعتنا على جروب وينو كونكر لمعرفة كل جديد في عالم كونكر أونلاين. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لكم يا جماعة، كل اللينكات المهمة هتلاقيها في الوصف. أشوفكم على خير.